اليوم غادي نهضر على واحد المشكل اللي كيعانيوا منه بزاف ديال الناس واللي حتى انا كنت كنعاني منه بزاف شحال هذا. المشكل هو فاش كتحط ما بين جوج ديال الاختيارات، عندنا واحد الاختيار ا وعندنا واحد الاختيار بي، وضروري خاصك تاخذ واحد القرار، سواء غادي تختار هذا الاختيار ا ولا غادي تختار هذا الاختيار بي. والمشكله هو انه الغالبيه ديال الناس ماشي كيختار واحد ولا كيختار الثاني، ولكن كيبقى كيحلل وكيفكر في هذا الاختيار الاول، كيحلل وكيفكر في الاختيار الثاني وكيسول بزاف، ولكن في الاخر كتلقى باقي غير في التفكير. يعني في الاخر ما اختارش سواء ا سواء بي، باقي هو كيدير نفس الحاجه وما اختار حتى شي واحد فيهم. وكنت متاكد على انه الا ما اختاريتيش شي اختيار ما بين هاد الجوج وبقيتي غير كتفكر وكتحلل، غتجي واحد الوقيته اللي الحياه والظروف ديالك هما اللي غاديين يختاروا بلاصتك. نحاول ما امكن نعطيك واحد المثال. نفترضوا بلي شي واحد مثلا خدام واحد الخدمه وهذيك الخدمه ما عاجبهاش، وهنا عنده جوج اختيارات، سواء غادي يقلب على واحد الخدمه اخرى اللي غيكون فيها مزيان وحسن وعاجبه، سواء مثلا غادي لونسي البيزنس ديالو اللي هو غادي يولي عايش به، وبيان سور شي حاجه عاوتاني اللي عاجبه. دونك السيد هذا هو دابا خدام، ولكن ديك الخدمه ما عاجبهش، وكيفكر وكيحلل في القرار الاول ديال انه يبدل الخدمه، والقرار الثاني ديال انه يلونسي البيزنس ديالو، وديما تيفكر فيهم وديما تيحلل فيهم وما اختار حتى شي وحده فيهم. مع المده في الخدمه ديالو يقدروا يتفرضوا عليه ديميسيون اللي هو ما باغيش يديرهم، يقدروا كاريمو في الخدمه ديالو تكون واحد الاريد كونطرا، دونك يقدر يكون هو ما عاجبهش الخدمه في الاخر يديروا ليه اريد كونطرا، يقدر يبدلوا ليه البوست ديالو، حيت في الخدمه ماشي شي حاجه اللي راه ديما غادي تبقى فيها، بيتات تطرا مثلا شي كريز ولا شي حاجه بحال العام اللي فات في الكوفيد، وديك الساعه يقدروا يبدلوا لك البوست بزمنك لشي حاجه اخرى عاوتاني اللي كفس ما باغياش. دونك في الاخر الظروف والحياه هي اللي غادي تحكم. الوغ كو كون خدا هو القرار ديال انه سواء يخدم على البيزنس ديالو ولا سواء يبدل الخدمه، كانت غادي تكون احسن ومزيانه ليه، ومو بعدا اختار واحد القرار اللي غادي يمشي فيه. غير بغيت نفيزواليزي بانه راه الا ما خديتيش القرار سواء ا ولا سواء بي، راه في الاخر الحياه ولا الظروف ديالك هي اللي غادي تحدد. كاين واحد الحاجه اخرى وهي لي ميساج بريفي اللي تيجيوني ديما. انا حير ما عرفتش ندير هاد ليكول ولا ندير هاد ليكول، ما عرفتش واش نبدا في هاد الدومين ولا في هاد الدومين، خويا يوسف الله يحفظك نصحني بشي حاجه، ولا كون كنتي بلاصتي اشنو غادي تختار؟ انا غادي نقول لك بعدا. اول حاجه الا كنتي في هاد لا سيتوياسيون ما عمرك ما تمشي عند الناس وتدوموندي ليهم انهم يختاروا هما بلاصتك. ثاني حاجه ما عمرك ما تقول عاوتاني بانه الا كنتي في بلاصتي اختار شي واحد فيهم، حيت الواحد ملي غادي يختار غيختار بناء على الشخصيه ديالو، على الظروف ديالو، على المستقبل ديالو كيفاش غيشوفو. دونك الاختيار اللي غيدير هذاك السيد غيديرو بناء على واحد النظر اللي مركبهم هو. دونك هو ما عارفش لا سيتوياسيون ديالك بزاف، ما عارفكش انت كيفاش داير، ما عارفش كيفاش غادي تولي من القدام، دونك ما يقدرش يحكم ويختار بلاصتك. انت هو سيد القرار، انت اللي متحكم في هذاك القرار. تقدر تسولو تقول ليه فوالا لو شوا ا، شنو هما لي زافونتاج ديالو، شنو هما لي زانكونفينيو ديالو، تقدر تسولو عاوتاني على لو شوا بي، شنو هما لي زافونتاج ديالو، شنو هما لي زانكونفينيو ديالو. تقدر تسول على هاد جوج حوايج، ولكن ماشي تقول ليه اختار ليا بلاصتك، انت هو اللي غادي تختار. شنو هو لوبجيكتيف من هادشي كامل؟ لوبجيكتيف هو انك تاخذ قرار في اقرب وقت، ما تحاولش تعطل. ما كنقولش لك في البلاصه، ولكن تحاول ما امكن ما تعطلش في اتخاذ القرار، يعني خصك تاخذه في اقل وقت. داكشي علاش غنعطيك واحد ثلاثه الحوايج اللي غادي يعاونوك باش انك تاخذ القرار بواحد السرعه. اول حاجه خاصك دير هي حاول ما امكن تريني انك تاخذ القرارات بسرعه. كيفاش؟ في النهار ديالنا ولا في اليوميات ديالنا كيكون عندنا بزاف ديال القرارات، مثلا واش نمشي لهاد القهوه ولا نمشي لهاد القهوه الاخرى. هنا حاول ما امكن ما تفكرش بزاف، خذ شي قهوه بعدا سير ليها دوز فيها مثلا داك النهار وقول فوالا عجباتك راه مزيان، كان هذاك هو القرار الصحيح. ما عجباتكش اوكي مزيان، تعلمت بان هاد القهوه راه ما صالحاش ليا، اوكي غدا غادي نمشي لوحده اخرى. اكزومبل اخر مثلا، واش نجري 15 دقيقه ولا نجري مثلا 30 دقيقه، دونك نختار وحده فيهم، يا نجري 15 دقيقه يا نجري 30 دقيقه، ماشي نبقى حير بيناتهم. يعني ديك الساعه نختار سواء 15 دقيقه سواء 30 دقيقه. الا مثلا اختاريت 15 دقيقه ومشيت جريت 15 دقيقه كانت مزيانه سي اوكي، ما كانتش مزيانه ولا ما كانتش مثلا كافيه، يعني نقدر ديك الساعه نختار مثلا 30 دقيقه. المهم هاد الاختيارات الصغار ما عندهمش شي امباكت كبير في حياتك، دونك هادو هما يكونوا لونطريمون باش تريني على انك تاخذ القرارات بسرعه. واش نصور بتليفون ولا بكاميرا، واش ندير ستوري ولا ما نديرهاش. دونك هنا حاول ما امكن دغيا بالزربه تاخذ القرار، المهم هو انك تختار ا ولا بي بواحد السرعه عاليه. هنا غادي تريني بعدا او موا غادي تولي عندك هذاك الريفلكس ديال انك تاخذ القرار في البلاصه، ما تحاولش تعطل. وكيف قلت راه من هنا لقدام راه شي بالك داك القرار واش مزيان ولا مزيانش، الا كان مزيان سي اوكي، ما كانش مزيان راه كتحاول ما امكن تاخذ شي قرار اخر. ثاني حاجه واللي مهمه بزاف واللي هي هنا كنهضروا على القرارات اللي عندها واحد لامباكت كبير في حياتك، بحال مثلا انك
تخرج من الخدمة كاريمون، انك تبدا واحد البيزنس، انك تسويتشي مثلا انت في واحد الشعبة وباغي تبدل واحد الشعبة اخرى، دونك مثلا باغي تبدا مثلا لي فيديو في يوتيوب بحال هكا. دونك هادو واحد القرارات اللي شوية كبار. دونك هاد القرارات هادو ملي تبغي تاخدهم، النصيحة اللي غادي نقول لك هو انه ما كاينش قرار خاطئ وما كاينش قرار صحيح. القرار اللي غادي تاخد هو الصحيح، والقرار اللي ما غاديش تاخد هو الخاطئ. علاش؟ حيت الغالب ديال الناس شنو كيدير، كيختار واحد القرار ولكن كيبقى ديما كيقول راه واقيلا غلط، لا راه واقيلا ماشي القرار الصحيح، وكيبقى اطاشي لذاك القرار الاخر اللي ما اختارش، وكيولي غادي بيناتهم، مره كيبغي يمشي لهذا مره كيبغي يمشي لهذا، وفي الاخر كيف قلت راه كتبقى الوسط، ولا بقيتي الوسط راه ما عمرك ما غاديش افونسي. دونك قول مع راسك بانه انا اختاريت هذا القرار وهو القرار الصحيح، وتونجاجا فيه وسير فيه جوسكوب، وقول بانه هذا القرار اللي ما اختاريتش بالنسبه لي انا راه غلط، ونساه وما تبقاش تفكر فيه. حنت او موان الفوكس ديالك والتركيز ديالك غادي يكون على هذاك القرار اللي نورمالمون غادي تونجاجا فيه وغادي تمشي فيه مزيان. دونك هذه هي النصيحه ديالي. النصيحه ديالي هي فاش تختار واحد القرار هذاك هو الصحيح، تونجاجا فيه وكمل فيه حتى الاخر. هذاك القرار اللي ما اختاريتيش هذاك هو الغلط، وراكم متاكد على انه ما كاينش قرار صحيح ولا غلط حتى كنساليو في الاخر هذاك لونغاجمون ديالنا. ما تقدرش من الاول تقول هذا صحيح وهذا خطا، ما يمكنش. خاصك تختار وخاصك تونجاجا حتى الاخر، حتى دوز واحد المده طويله عاد باش ديك الساعه تقدر تعرف شكون اللي صحيح وشنو غلط. ولكن احسن حاجه هي انك تكون بعدا اختاريتي، ماشي خليتي الحياه ولا الظروف ديالك اللي تختار، ولا اصلا كاع ما اختاريتيش وبقيتي دايخ. ثالث حاجه وهي انه فاش تختار واحد القرار وفي الاخر ما سلكش داك القرار، ماشي مشكل عادي، يعني ما تحاولش تنيرفي وتكولبابيليزي وتصابط راسك وتقول لا وعلاش غلطت في هذا القرار وكذا وهادي، حيت هادي ما حدا وغادي تزيد عليك لامبريسيون، ما حدا وغادي تزيد ستريسك المره الجايه فاش غيجيو عندك واحد جوج الاختيارات، يعني عاوتاني تقدر تطيح في هذاك المشكل اللي قلت لك في الاول. الوغ الا قلتي اوكي ماشي مشكل، الاختيار راه ماشي بالضروره نجيبو من الاول صحيح ولا غلط، من المهم هو انني نختار. دونك هذا الشيء اللي كان في الفيديو ديال اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منها، ترى لي في راسك ونتشافوا ان شاء الله في فيديو جديد.